التهم بوزارة السياحة اجتماع خاص بالجامعة التونسية للمطاعم السياحية، وذلك من أجل وضع خريطة الطريق وتحسين الخدمات المقدمة. نشاهد التغطية التالية للزميل رضا كرويدة. معنا في السابق يوم تاريخي بالنسبة للمطاعم السياحية، انبعاث ما بين كل المهن السياحية، وهذا اشتغلنا عليه مع الجامعة التونسية للنزول، واشتغلنا معين مع الجامعة التونسية لمكانة أسفار، وكانوا هما بيدهم من بين معناها وش تقول الأمان نتاعهم، من بين الأهداف نتاعهم تكوين معناها هيكل كبير للمهن السياحية. نطور في سيد كاتب الديوان، وبطبيعة الحال معناتها ننتظروا ما يكون الظروف، لازمنا ديما يد في اليد إن شاء الله مع بعضنا نجموا نقدموا كصفة معناتها بصفة خاصة وبصفة معناتها تأسيس جامعة نجم تقول وطنية المطاعم السياحية المصنفة، هي أول مرة توقع في تاريخ تونس المطاعم السياحية هذه. وتأسيس الجامعة هذه كانت مبادرة من العديد من رؤساء المطاعم، ولاقى دعم كبير من وزارة السياحة، لأنه بالحق معناها المطاعم السياحية في حاجة كبيرة لهيكل معناها يأطره لتأطيره وتطويره. الحق بكل صراحة اليوم هذا أول لقاء صحفي وأول ملتقى لهنا للمطاعم السياحية، وش يكون يقع تدشين اليوم إن شاء الله من طرف وزارة السياحة. هل القطاع هذا معناها متواصل باش مش يعمل؟ على تعرف أنه عندنا تقريب في تونس أكثر من 500 مطعم سياحي، وما عندناش ما عندهمش هيكل معناها، وما عندهمش شكون يحافظ عليهم وشكون يتعاون معاهم وشكون يأطرهم، وأيضا مستحقين لعديد من أيضا من العمل اللي هو هيكلة رسكلة تكوين حاجات هذه كثيرة اللي احنا في حاجة لها. وإن شاء الله المطاعم السياحية مش تخدم معناها الاقتصاد الوطني وأيضا تصدير الأكلة التونسية على النطاق المتوسطي والخارجي والوطني. والله الاستشارة القانونية في إطار هيكل الجامعة التونسية للنزل السياحية هو مسألة تتعلق بهيكلة الجامعة وبهيكلها الجهوية وبالمشاكل القانونية التي تعاني منها المطاعم السياحية أصلا في تعاملها مع المؤسسات المالية والمؤسسات البنكية وفي تعاملها مع القطاع السياحي ووكالات الأصفار. إذن بالنسبة للجامعة التونسية للنزل للمطاعم السياحية ستدافع عن المصالح المادية والمعنوية لأصحاب المهنة أصحاب المطاعم السياحية، وبالتالي فإنها ستضع على جمتهم مستشارين قانونيين وتتعامل مرجعية قانونية لوضعها على ذمة أصحاب المهنة حتى يكونوا معنا على بينة من القوانين والتشريعات التي تهم وتخص تطوير هذه المطاعم والمنظومة السياحية بصفة عامة. تبديل كل شيء، تبديل ود اليوم شيء نعملوه جديد، ود اليوم اللي ما اللي فات مات واللي مضى من عدوه نجيبه جديد، افكار جدد، برامج جدد، كيفاش هي تكوين لجان جدد في نفس القطاع ونخدم الخدمة نتاع اليوم. احنا الجامعات المهنية في قطاع السياحة كجامعة النزل ولا جامعة وكالة الأصفار ولا الجامعة الجديدة هذه اللي فرحنا بها يعتبروا شريك أساسي بالنسبة لنا، وحتى في استراتيجية تنمية السياحة اللي موجودة اللي نشتغلوا عليها الآن ثم محور خاص بتدعيم القطاع المهني وخلق هيكل يشمل كل مهن السياحة. إن شاء الله اليوم ثم النزول ثم وكالة الأسوار ثم المطاعم ثم مهن أخرى إن شاء الله تنضم للهيكل الكبير هذا، ومش يكون هيكل عنده وزنه قد ما يكون الهيكل هذا مهم، قد ما احنا نتمكنوا مش نشتغلوا معاه في ظروف أحسن، ويمكننا هو معناه من عدة معلومات ويشارك معنا في بناء القطاع ويشارك معنا في وضع النظم ووضع قواعد التصرف في الميدان هذا.